يستهدف برنامج البدل النقدي الأشخاص ذوي الإعاقة يلي بتتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، أي من مواليد 1995 وحتى 2005، وبيحملوا بطاقة معوق شخصية صالحة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. إذا كنت لبناني ومسجل بمشروع تأمين حقوق المعوقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، رح يتم الاتصال فيك للتسجيل بالبرنامج إذا كانت بطاقة المعوق الشخصية الخاصة فيك سارية الصلاحية، أو لتجديد البطاقة بحال كانت منتهية الصلاحية، وبالتالي للتسجيل بالبرنامج. إذا كنت لبناني وما عندك بطاقة المعوق الشخصية، لازم تتصل بأقرب مركز من مراكز تسليم بطاقة المعوق الشخصية 8 لتحديد موعد لطلب إصدار البطاقة الخاصة فيك والتسجيل بالبرنامج، ولازم يكون عندك المستندات التالية: صورة شمسية عدد 2، بطاقة الهوية أو إخراج إيد فردي، تقرير طبي جديد صادر عن طبيب مختص أو ملف طبي. بحال عدم إمكانية التوجه لأحد المراكز شخصياً، ممكن تبعت المستندات مع فرد من أفراد أسرتك مع بطاقة الهوية الخاصة فيه، بالإضافة لإخراج إيد عائلي بيظهر العلاقة الأسرية. لتجديد بطاقة المعوق أو تعديل المعلومات الخاصة فيك أو الاستحصال على بطاقة، اتصل بأحد المراكز التالية من الثلاثة للخميس من 8 صباحاً للتنتين بعد الظهر: مركز بعلبك 08-37-45-79، مركز تعنيل 08-54-70-14، مركز بيروت 01-56-70-72، مركز الحدث 05-46-61-25 أو 26، مركز بعقلين 25-30-04-65، مركز الغازية البيسارية سابقاً 70-14-74-22، مركز حلبة 26-69-40-12، مركز طرابلس 06-42-91-65.